السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حنتكلم عن كيفية كتابة موضوع باللغة الإنجليزية. حنتعلم أساسيات كتابة موضوع. وقبل ما أبدأ بهذا الفيديو، بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة. إذا في هذا الفيديو حنتكلم عن How to write a paragraph in English، يعني كيف نقوم بكتابة فقرة تعبيرية، حتكون فقرة بسيطة باللغة الإنجليزية، وحنتعلم قوانين الكتابة. طبعا لكتابة أي موضوع هناك قوانين مهمة يجب اتباعها حتى يكون الموضوع جيد وصحيح. هنا لدينا 5 important rules to write a basic English paragraph، يعني لدينا 5 قوانين، قمت بتجميع 5 قوانين مهمة علينا اتباعها عند كتابة موضوع باللغة الإنجليزية. حنبدأ بشرح هذه القوانين، وبعد ذلك سأقوم بعرض نموذج لموضوع قمت بكتابته وشرح القوانين عليه. القانون الأول يتعلق بالتايتل. التايتل هو عنوان الموضوع الذي سأقوم بكتابته. سنتعلم في هذه الفقرة كيفية كتابة العنوان وموقع كتابة العنوان. القانون الثاني هو Leave space at the beginning of the only first sentence of the paragraph. ماذا يعني هذا الكلام؟ Leave space يعني علينا ترك مسافة في بداية الجملة الأولى فقط من الباراجراف أو من الفقرة التي سنقوم بكتابتها. يعني عند بدء بكتابة الجملة الأولى من الفقرة علينا ترك مسافة بمقدار 5 أحرف فقط، 5 أحرف. طيب. القانون الثالث أو rule number 3 use capital letter at the beginning of each sentence. ماذا يعني هذا؟ علينا استخدام الأحرف الكبيرة في بداية كل جملة. يعني عند كتابة أي جملة يجب أن تبدأ هذه الجملة بـ capital letter أو الحرف الكبير. Rule number 4 Use a period at the end of each sentence. يعني ذلك أن علينا استخدام نقطة، period هي البوينت أو النقطة، في نهاية كل جملة نقوم بكتابتها. يعني عند انتهاء من الجملة علينا أن نضع نقطة. Rule number 5 Don't use point form. لا نستخدم طريقة البوينت في كتابة موضوع تعبيري. ماذا نعني بطريقة البوينت؟ هي كما هنا أن نضع نقاط عند كتابة الموضوع. يجب أن يكون الموضوع متتالي، يعني الأسطر متتالية، ننتهي من هنا الجملة نبدأ الجملة التي تليها في نفس السطر، ولا نكتب الجمل كنقاط رئيسية هكذا. تبدأ الجملة الأولى في السطر الأول ثم نضع نقطة، وتليها الجملة الثانية ونضع نقطة حتى ينتهي السطر، وهكذا تكون الجمل في كتابة تعبيرية. والآن سأقوم بعرض نموذج لكتابة باراجراف وسأشرح عليه هذه القوانين الخمسة. هنا لدينا نموذج لكتابة باراجراف. بدأنا الباراجراف بالتايتل، تايتل وهو عنوان الباراجراف. طيب، كما ذكرت لكم أننا نكتب العنوان في وسط السطر، يكتب هكذا في وسط السطر. هذا القانون الأول بالنسبة للتايتل. القانون الثاني وهو أحرف الموضوع أو أحرف التايتل، يجب أن تبدأ أحرف التايتل بالكابيتال ليتر. مثلا my city، أول كلمة وآخر كلمة في الموضوع يجب أن يكونوا capital letter. أما الكلمات التي إذا وجدت في العنوان لا تكتب بالكابيتال letters هي القسم الأول من الكلمات التي إذا وجدت في العنوان لا تكتب بالكابيتال letters هي الارتيكلز. الارتيكلز وهي أدوات التعريف، زي ما بنقول مثلا للتعريف عندنا a و an و the. ف
فقط إذا جاءت في بداية العنوان تكتب capital letters، أما إذا جاءت في منتصف العنوان فتكتب بالsmall letter. عندنا أيضا prepositions. prepositions وهي حروف الجر، منها with, of, in, by, on وغيرها من حروف الجر، أيضا إذا وجدت في وسط العنوان فتكتب بالsmall letter وليس بالcapital letter. هي غالبا لا تأتي إلا في وسط العنوان. القسم الثالث وهو الconjunctions. conjunctions وهي أدوات الربط التي تربط ما بين جملتين، أيضا تأتي في منتصف العنوان، أيضا إذا جاءت في العنوان تكتب بالsmall letter وليس capital letter. إذا اتفقنا دائما كلمات العنوان تكتب بالأحرف الكبيرة إلا إذا جاءت هذه الأنواع الثلاثة فتكتب بالsmall letter، إلا إذا بدأ العنوان بإحدى أدوات الarticles التي يمكن أن تأتي في بداية العنوان فتكتب بالcapital letter، وسأعطيكم أمثلة على ذلك. هنا مثلا لدينا أمثلة لعناوين اقترحتها لكم، مثلا العنوان The Earth، بدأنا العنوان The فكتبت بالcapital letter، أما إذا جاءت في المنتصف مثل And فتكتب بالsmall letter. كما لاحظنا أن هنا كلمات العنوان جميعها كتبت بالcapital letters، هنا بدأنا The capital letter و Earth أيضا capital letters وتعني الأرض. هنا good and evil، الخير والشر. هنا good بدأت بالcapital letter لكن أداة الربط and بما أنها جاءت في منتصف العنوان إذن تكتب بالsmall letter، أما الكلمات الأخرى فتكتب بالcapital letter. هنا my big family، هنا my بدأنا العنوان دائما يبدأ العنوان بالcapital letter وأيضا ينتهي بcapital letter. هنا لاحظنا أن جميع كلمات العنوان كتبت بالcapital letter M و B و F. هنا the dangers of pollution، the كتبت بالcapital letter لأننا بدأنا بها العنوان، dangerous الخطر أيضا بدأت بالcapital letter. هنا of هي preposition أي حرف جر كتب بالsmall letter لأنه جاء في منتصف العنوان، وكلمة pollution وتعني التلوث أيضا كتبت بالcapital letter. أوكي، هذا هو نموذج التعبير. قلنا في القانون الثاني أننا يجب علينا ترك مسافة قبل البدء بالكتابة. هنا نلاحظ أننا عند كتابتنا تركنا مسافة 5 أحرف تقريبا. القانون الثالث أن نبدأ الجملة بالcapital letter. هنا بدايتنا للجملة بدأناها بالcapital letter، جميع الجمل كما نلاحظ هنا بدأت بالcapital letter. طيب القانون الرابع أننا ننهي كل جملة بوضع نقطة، period بوضع نقطة. هذه الجملة I live in Jeddah dot أو period وضعت النقطة، يجب أن ننهي الجملة بنقطة، ثم نبدأ الجملة بعدها بكابيتال لتر أي بالحرف الكبير للكلمة. جدة is a big city ووضعنا نقطة. It has the longest fountain in the world ووضعنا نقطة. طيب القانون الخامس والأخير أننا يجب أن نكتب الجمل متتالية وليس بطريقة النقاط، إذن لا نستخدم البوينت فورم. بوينت فورم يعني طريقة النقاط، ولكن يجب أن تكون الجمل متتالية حتى ينتهي السطر ونكمل ببداية السطر الجديد ونضع نقطة وهكذا. إذن هذه هي طريقة كتابة الجمل في التعبير. أما بالنسبة لمحتوى الباراجراف وكيفية كتابة كل جملة يحتوي عليها هذا التعبير فسأقوم بشرحها بفيديوهات قادمة بإذن الله. كده أنا انتهيت من هذا الفيديو، أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا أنكم تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وتنشروا الفيديوهات بين أصدقائكم، وشكراً.